السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة علاج نقص ريش الزغاليل. حضرتك ده زغلول كبير، الريش بتاعه عامل ازاي من الطروف. شوف كده الريش، تحس انه مقصف. لكن ده احنا كمان عالجناه، يعني ما كانش كده. انت كنت تشوف الزغلول تلاقي يعني ما فيش فيه ريش تقريبا، لكن دلوقتي الحمد لله الريش بدأ يطلع، ما فيش غير هي الحتة اللي في الطرف دي. هنقول احنا عملنا ايه لعلاجه وهنستمر كمان في العلاج. اه الزغلول ما شاء الله صحته تمام، ما عدا هو الريش بس، نقص الريش. هنوريكم كمان زغلول تاني، ده زغلول تاني كمان عنده نفس المشكلة. بعد ما اعطيناه الدواء، احنا اعطينا الدواء بتاعنا لمدة 5 ايام، لكن هو مازال لسه، مش هنقول ان هو المشكلة اتحسنت. هو انا ممكن اذبحهم، لكن انا حبيت اجرب العلاج فعلا عملي على زغليل فيها نفس المشكلة. انا كنت دايما بقول ان هو بيعالج الكساح وبيعالج نقص الريش، وانه بيعالج الحمام الكبير ايضا، بيساعد في نمو الريش اثناء فترة القلش، ما يساعد الحمام على تغيير الريش بسرعة وزيادة الانتاج. ما شاء الله الزغليل اللي طالع جديد اهو، ما شاء الله ريشه طالع نموه كويس. اهو الريش ما شاء الله كامل اهو. كانت المشكلة دي في معظم الزغليل، لكن ان شاء الله هنقول ايه هو الدواء اللي احنا اعطينا منه. انا قلت عليه في فيديوهات كتير، لكن المرة دي هنقول عملي، اللي هو جروفيت بلاس، اللي انا بشتري في الازازة دي، هي مش فاضل فيها كتير. كان بشتري لما هنا للعلامة دي ب20 جنيه، حوالي 40 سنتي. هو مستورد يا جماعة، مش من العبوات اللي هي الجاهزة اللي زي العبوات اللي قدامنا دي، لكن ده عبوات كبيرة، لتر واتنين لتر وحاجات زي كده. اللتر بتاعها تقريبا 350 جنيه. طبعا هو البيطري بيكسب فيها لما يقطعها كده، لو تشتري لتر اوفر لك. طيب هنقول شوية معلومات عن جروفيت بلاس. جروفيت بلاس أملاح معدنية وعناصر نادرة وفيتامينات وإنزيمات، مساعد منشط لعمليات البناء والنمو. اللي عايز الفيديو باختصار يا جماعة هيلاقيه على قناتنا، القناة التانية الجديدة، مختصر على قناة معلومات في تربية الحمام. يبقى زي ما قلنا مساعد منشط لعمليات البناء والنمو، وإن هو مجموعة هو أملاح معدنية وعناصر نادرة وفيتامينات وإنزيمات، ومقوي عام مضاد للكساح ولين العظام. يبقى زي ما قلنا اهو بيعالج الكساح ولين العظام، بينفع جدا في نقص الريش الزغليل زي ما قلنا زي كده، وكمان بيساعد الحمام الكبير في فترة القلش على تغيير الريش بسرعة والعودة إلى الإنتاج. مضاد للأنيميا، مضاد للأكسدة، مضاد للإجهاد. هو سائل زي ما حضراتكم شايفين، يستخدم لجميع الحيوانات والطيور والأرانب. جروفيت بلاس سهل الاستخدام حيث يضاف إلى الماء. جروفيت بلاس يوفر احتياجات النمو للحيوانات الصغيرة والطيور وإنتاج اللحم والبيض. جروفيت بلاس يضمن تخزين احتياجات الطيور والحيوانات من الأملاح المعدنية والفيتامينات والعناصر النادرة. جروفيت بلاس يضمن تصحيح نقص العلائق، يعني الكلفة لو مش متوازنة هو بيعوض الحكاية دي. ومضاعفات الإنتاج، يضمن
نقص العلائق يعني سوء التغذية ومضاعفات المضادات الحيوية، يعني تعطيك رفع مناعة بعد المضادات الحيوية. جروفيت بلاس مجدد للدم وضروري في حالات النزيف، يعني لو الحمام زي اللي بيجي الناس في اللي بيجي بعد الكوكسيديا او في حالات الكوكسيديا الشديدة جدا بيبقى معاها دم، الاسهال اللي بيبقى مدمم او في معظم الطيور او الحيوانات يبقى مفيد جدا في الحالة دي. طريقة الاستخدام، يضاف 1 سنتي الى لتر ماء مدة 5 ايام. في حالة الزغليل اللي عندي دي انا عطيت 5 ايام وريحت يوم، ثم بقى بعد ما ريحت يوم هعطي 5 ايام مرة تاني، لان لسه في مش هبطل الا ما المشكلة تروح تماما. ملحوظة يا جماعة، الدواء ريحته كريهة جدا، يعني اما تحط في المية لو كترت منه الحمام ممكن ما يحبش يشربه، يبقى يفضل ان انت تعطي الدواء على عطش. تمام. طيب انا هجيب مسقة 1 لتر ونبدأ نحط مع بعض العلاج. هو الجرعة بتاعته 1 سنتي، لكن انا في حالتي دي هعطي 2 سنتي، جرعة مكثفة شوية، واعطيت زي ما قلت لحضراتكم 5 ايام. هي المسقة بتاعي دي اللتر، انا اعطيت 5 ايام وريحت يوم، فعشان اكمل العلاج هعطي 5 ايام تاني. طيب انا بعمل ايه يا جماعة؟ الخمس ايام الاولانيين اعطيت الصبح من ده مدة 12 ساعة، وبالليل اعطيت من ده اللي هو ده سيلينيوم، يبقى جروفيت بلس. جروفيت بلس لمدة 12 ساعة 2 سنتي على اللتر، ده في الحالات الشديدة، 1 سنتي الطبيعي بتاعه. وسيلينيوم برضو المستورد هنأتي منه برضو 12 ساعة 1 سنتي على اللتر، الطبيعي بتاعه يا جماعة 1 سنتي، ممكن تضيف تزيدها ل2 سنتي لو انت شايف ان الحالة شديدة زي كده. طيب نضيف عليه المية ونقدمه للحمام. ضفنا عليه المية، هنقدمه للحمام. قدمنا المية للحمام. طيب في ناس كتير هتقول لي احنا مش لاقيين الجروفيت بلس في بلدنا، يبقى هنقول انت ممكن تستخدم ايه لو ما لقيتش جروفيت بلس، لكن هو يستحسن لو لقيت الجروفيت بلس. ان ما لقيتش جروفيت بلس يا سيدي يبقى بشري بديكال او ديكال ب12، اهو ده الموجود معانا دلوقتي بديكال. طيب في ايه تاني ممكن تستخدمه بدل كل الحاجات دي يا جماعة؟ فيديوهاتها انا عملتها لها فيديوهات على القناة. في تاني فيدروب، دواء بشري للاطفال، برضو عملنا له فيديو استخدمناه لنفس علاج الريش وعلاج الفساح عند الحمام. في غير البيدروب في بيبي فيت، برضو عملنا له فيديو، ده دواء بشري للاطفال، كلها ادوية رخيصة جدا. احنا الادوية البشري دي بنجيبها ادوية رخيصة جدا بناء على طلب المشاهدين، لكن انا بقول دايما لو انت الحالة جديدة عند الحمام زي عند حضر الحمام بتاعي كده، يبقى الجروفيت بلس افضل شيء في علاج الحالة دي. ما تنساش الفيديو مختصر على قناتنا التانية، قناة معلومات في تربية الحمام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.